يلي مكويني من باغي تخليني نسيني وانا شاك معذبني يلي مكويني من باغي تخليني. وحنا راه وصلنا لواحد الوقيته اللي الانسان ولا قلبه قاسح ولينا كنشتاقوا للرومانسيه ولينا كنشتاقوا لحاجه حنينه حاجه زوينه. بالعكس من خلال الاغاني فالانسان بعض المرات كيسافر كلمات او لحن او توزيع كيخليو الانسان كيسافر لواحد العالم. بزاف الناس اللي كيقولوها حتى في ردود الافعال لا في لي كومونتير لا في الميساجات اللي كنجي كيقول لك ملي كنسمع هاد الاغنيه كنسافر كنمشي لواحد العالم اخر. الانسان كينسي همو كينسى المشاكل ديالو. فاحنا وشنو هو الفن؟ الفن هو وسيله ترفيهيه كترفه على الناس لان ضغط العمل ضغط المشاكل ديال الحياه المشاكل الصحيه او عائليه او حتى بسيكولوجيك. فمن خلال الموسيقى بالعكس كاين دي زوبيتو في العالم اللي كيداويو بالموسيقى. يعني اظن الموسيقى شيء مهم فالانسان خصو يعرف كيفاش يوظف هاد الشيء اللي عنده باش يخلي الناس تستمتع بداك الشيء اللي كيقدم. يعني ما كانش شي سر وانا ميولي الاكثر الاغاني العاطفيه والرومانسيه او الحزينه نقدروا نقولوا.